بدت فكرة مشروع جرين ميك أوفر من المشاكل الحاصلة في قطاع غزة، الارتفاع الكثافة السكانية، قلة المساحات الأراضي المزروعة، حاجة الناس لأماكن ترفيهية بشكل بسيط. من هنا بدأت فكرة المشروع بإيجاد حلول بسيطة وعملية لتخفيف من مشاكل قلة المساحات المزروعة وقلة الأماكن الخضراء، قلة الأماكن الصحية، حاجة الناس لهواء نقي نظيف، حاجة الناس لمكان ترفيهي لأطفالهم. في ظل وضع قطاع غزة المحاصر وقلة الإمكانيات والموارد الموجودة في القطاع، قمنا بإيجاد حلول بسيطة من خلال إعادة التدوير للمخلفات الموجودة في الأماكن الغير مستغلة والغير مستهلكة، وتأهيلها من جديد لاستخدامها في تجميل الأماكن العامة وتجميل البيوت والمساحات الغير مستغلة من خلال أبسط الإمكانيات وأقل الموارد، وبالتالي نخرج بالمنتج أو بالشكل النهائي المطلوب بأقل التكاليف وأقل الموارد نظرا للإمكانيات القليلة في قطاع غزة. انتشرت فكرة مشروع جرين ميك أوفر، وحصلنا على نتيجة لمشاركتنا مجموعة من المعارض وحصولنا على مجموعة من الجوائز، منها جائزة أفضل خطة عمل في حرب التأمل والتكنولوجيا، وشاركنا في العديد من المعارض، من أهمها كان معرض إبداعات الخريجين ومعرض الرياضة والإبداع في الجامعة الإسلامية، ومعرض أسبوع الاستدامة البيئة في نقابة المهندسين. وهذه المعارض أدت خلتنا نتقرب من الناس أكثر ونحصل على فرص، نحصل على طلبات لأعمال. كتير ناس إجت وحكت إنه إحنا بدنا نفذوا لنا أعمال على الأسطح أو على حديقة أمامية، وتعرفنا عن كتير مؤسسات. مشروع تم تنفيذه كان مشروع لسطح منزل بمساحة 400 متر مربع، قمنا بزراعته باستخدام العديد من المواد، تم تصميمه بطريقة مختلفة نوعا ما. كان إقبال الناس في البداية على المشروع أو على الفكرة بشكل ضعيف، ولكن بعد تطبيق المشروع ونشره بين الناس، نشر الفكرة من خلال المشاركة بالعديد من المعارض ونشر الفكرة بين الناس ونشر النموذج الأول الذي تم تصميمه وتنفيذه وإنشاؤه، زاد إقبال الناس من خلال رؤية نموذج فعلي حقيقي منفذ على أرض الواقع في قطاع غزة، وبدأت الناس ترحب بالفكرة بشكل جيد. أيضا واجهتنا مشكلة في اختيار المواد التصنيعية ومع العمال والفنيين المهنيين الذين قاموا بالعمل معنا. أيضا ارتفاع أسعار المواد وقلتها وعدم وجودها في قطاع غزة في هذه الفترة كان له أثر أيضا بشكل سلبي على مسيرة المشروع أو على بعض المشاريع التي قمنا بتنفيذها. نطمح لأن يصبح المشروع شركة رائدة في مجالها على مستوى الوطن العربي، أيضا كنساء كرياديات فلسطينيات نطمح لأن تصبح شركة جرين ميك أوفر شركة رائدة في مجال زراعة الأسطح المنزلية والعامة على المستوى العربي والعالمي من خلال المشاركة في المحافل الدولية والمؤتمرات الدولية الكبرى.